je n'ai pas supporté. Je suis sorti. Trois jours plus tard, quand j'ai voulu rentrer... اعذرني يا صالح علشان طلعت المسدس، لكن انا مضطر، لازم ادافع عن نفسي. احنا دلوقتي عايشين في غابه لا فيها قانون ولا بوليس. نعرف كيفاش نرد بالي عليه، نعلمها، نربيها، نكون زوجها وابوها الثاني. يروح فيها، ما هو برضو اللي هيشربوا الخلطة هيروحوا فيها. ما حدش بيموت ناقص عمر، خليك مؤمن. That is not an argument. أنا يا منصور كنت بسرح. لكن أنا يا شيخ مش مصدقني يعني. بس فتحي فتحي الحاج مش هيخرج من باب الدكان. حقتله. يبقى تقتلنا انا كمان. محدش بيخش السجن غير المغفلين. بقول لكم ده ملوش ملة. ملوش ملة، ده 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 ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. اقول لكم ايه اكتر من كده؟ يعني عمره ما هيورد على جنة. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. شايفين قيمة العلام يا بقر؟ الراجل اول ما شافني لقط لون فصي وفهم كوريتي.